الدكتورة خديجة الحميد من أكاديمية ربدان، مدير إدارة خدمات الطلبة. طبعا محاضرة اليوم إن شاء الله تعالى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد لطلبة الجامعات. محاورنا اليوم في المحاضرة موجهة لولي الأمر وكذلك الطالب. بالنسبة للطالب أيضا محاورنا تنقسم إلى قسمين: الطالب المستجد في الجامعات والطالب المستمر في الجامعات. نحن نعرف النقلة النوعية ما بين المدارس والمرحلة الجامعية، فاليوم نحن بنوجه رسالة لطلبتنا المستجدين في جامعات الدولة. طبعا نحن نأخذ بآراء ومعطيات أيضا قيادتنا الرشيدة فيما يخص الطالب. الطالب هو الذي يمثل فئة الشباب. الطالب بالنسبة لدولة الإمارات والشاب هو سند أساسي في دولة الإمارات، ولهذا نركز عليه. الطالب عندما يتخرج من الجامعة سيكون عليه حمل مسؤولية كبيرة، وأيضا خلال المسيرة الجامعية أيضا. فلهذا السبب اليوم بإذن الله تعالى بنوجه رسالة لأولياء الأمور وكذلك طلبتنا المستجدين والمستمرين في دراستهم الجامعية.